أسعد الله أوقاتكم أعزائي الطلاب، وأهلا وسهلا بكم في منظومة البث القطرية. درسنا اليوم في اللغة العربية للصف الثاني، موضوع الدرس القراءة الجهرية لنص، معكم المعلمة أمون حليحل. ماذا سنتعلم اليوم؟ سنتعلم قراءة جهرية لنص الغراب الذكي، ننتبه فيها إلى عدة أمور هامة: دقة القراءة أي قراءة صحيحة وسليمة، السرعة في القراءة أي نحدد زمن تنفيذ القراءة، قراءة معبرة، الصوت واضح ومسموع، الوقف المناسب عند علامات الترقيم أي عندما تكون فاصلة نقطة نتوقف عند هذه العلامات أو علامة سؤال النقطتان وغير ذلك من علامات الترقيم. أن نميز بين المقطع الطويل والقصير، ونهتم أيضا بقراءة الحركات أو نقرأ قراءة مع تشكيل تام. ماذا علينا أن نحضر للحصة؟ نحضر دفتر للغة العربية، مقلمة أو قلم، ألوان، وساعة رملية أو أي ساعة تناسب لتحديد زمن أو تعيير الزمن القراءة. قبل أن نبدأ نقوم بفعالية صغيرة من خلال الخلوي أو الحاسوب، أعطيكم بعض الوقت حتى تدخلوا إلى موقع البحث، مع نبحث في موقع البحث جوجل عن معلومات عن الغراب. ممكن أن يختار كل واحد منكم أي معلومة يجدها مناسبة عن الغراب. هيا بنا لنبحث، أنا بانتظاركم. هيا بنا نرى ماذا وجدتم. صورة للغراب، رائع جدا. ربما بعض منكم لا يعرف ما هو شكل الغراب أو طائر الغراب. وجدتم صورة جميل، لون الغراب أسود كما نراه في الصورة. ربما تكونوا قد وجدتم معلومات كثيرة عن الغراب، ولكن سنختصر ونأخذ بعض من المعلومات عنه. ذكي جدا، وصف وهناك قصص كثيرة عن الغراب تصف بأنه ذكي، يأكل اللحوم، غذاءه اللحوم. ذكر أيضا في القرآن الكريم له قصة كيف علم الإنسان كيف يدفن أمواته، وهناك آية في سورة المائدة عن الغراب ذكر فيها الغراب. صوته النعيق رائع. هناك كثير من الناس يتشائمون من صوت أو شكل الغراب، ولكن هذه كلها خرافات.
أيضا شرس، وصفة بالشرس. شكرا لكم عن هذه المعلومات التي حددتم. يمكنكم تسجيل معلومات أخرى كثيرة أو قصة تختارونها عن الغراب وتذكروها أمام معلمتكم في الصف. والآن سنقرأ النص، وصلنا إلى نصنا الغراب الذكي. أنا سأقرأ لكم هذا النص قراءة جهرية، ومعنى قراءة جهرية أننا نقرأ كما قلنا بصوت عال مرتفع، ولكن هناك شروط. كما قلنا عليكم الإصغاء جيدا، عليكم الانتباه إلى علامات الترقيم، إلى الحركات، المدات الطويلة والقصيرة، وإلى أيضا القراءة أن تكون قراءتنا معبرة. أنا سأقرأ لكم هذا النص، ولكن انتبهوا واسمعوا جيدا. الغراب الذكي. عطش غراب فأخذ يبحث عن ماء ليشرب. وجد جرة في قعرها قليل من الماء، لكنه لم يستطع الوصول إليه. فكر في حيلة يرفع بها الماء، فماذا فعل؟ التقط عن الأرض حجرا صغيرا بمنقاره ورماه في الجرة، فارتفع الماء قليلا. استمر الغراب ينقل الحجارة ويرميها في جوف الجرة، والماء يرتفع فيها قليلا قليلا حتى بلغ الارتفاع المطلوب. أدخل الغراب رأسه في الجرة وشرب حتى روي. الآن أنا سأقرأ لكم النص مرة أخرى حتى نحاول أن نقرأه وأنتم تقرؤون بعدي. نقرأ جملة جملة، وأنتم أنا أنتظركم حتى تقرؤون الجملة بعدي. أنا أسمعكم، أنا لا، ولكن أنا سأبدأ أولا، وأنتم كما قلت لكم ستقرؤون، وانتبهوا إلى الحركات، إلى التشكيل. نقرأ مع تشكيل تام، ننتبه إلى علامات الترقيم، وأيضا تكون قراءتنا معبرة. أنا سأبدأ وأنتم تقرؤون بعدي. الغراب الذكي. عطش غراب فأخذ يبحث عن ماء ليشرب. وجد جرة في قعرها قليل من الماء. وجد جرة في قعرها قليل من الماء، لكنه لم يستطع الوصول إليه. لكنه لم يستطع الوصول إليه. فكر في حيلة يرفع بها الماء. فكر في حيلة يرفع بها الماء، فماذا فعل؟ فماذا فعل؟ التقط عن الأرض حجرا صغيرا بمنقاره ورماه في الجرة. التقط عن الأرض حجرا صغيرا بمنقاره ورماه في الجرة، فارتفع الماء قليلا. فارتفع الماء قليلا. استمر الغراب ينقل الحجارة ويرميها في جوف الجرة. استمر الغراب ينقل الحجارة ويرميها في جوف الجرة، والماء يرتفع فيها قليلا قليلا. والماء يرتفع فيها قليلا قليلا حتى بلغ الارتفاع المطلوب. أدخل الغراب رأسه في الجرة وشرب حتى روي. أدخل الغراب رأسه في الجرة وشرب حتى روي. والآن بعد أن قرأنا هذا النص أنا وأنتم معا، القراءة الجهرية لهذا النص، علينا أن نأخذ بعض هذه الكلمات، ربما أخطأ منكم بعضكم، نأخذ بعض هذه الكلمات من النص، نكتبها
في دفترنا على إما بجدول أو كلمة متتالية، ولكن علينا أن نحلل هذه الكلمات إلى مقاطع وأصوات. المقطع يختلف عن الصوت، صوت الحرف، صوت الحركة، ولكن المقطع هو عبارة عن عدة أصوات معا. أنا سأكتب هذه الكلمات على اللوح وأنتم تنقلونها في إلى دفتركم وتحاولون الحل، وبعد ذلك سنعود على الحل أنا وأنتم معا. بل نبدأ، نكتب الكلمة المقاطع الأصوات. نكتب، بإمكاننا كتابة الجدول بهذا الشكل أو كلمات متتالية، كل كلمة تحت الثانية، ولكن على شرط نكتب المقاطع والأصوات. الكلمة الأولى الغراب. الغراب، هيا بنا نحاول أن نقطعها. غرابو. الأصوات تختلف عن المقاطع. الصوت يختلف عن المقطع. والآن أنا سأستمر في الكتاب وأنتم تكتبون في دفاتركم، وبعد ذلك سأعرض عليكم الحل، تكونوا أنتم تحلون وتصححوا أخطاءكم. عطشة، فأخذ، قعرها، الأرض، جوفي. سأنتقل أيضا إلى الأسفل قليلا، وربيع. أعطيكم بعض الوقت حتى تستطيعوا أن تكتبوا هذه الكلمات، تكتبوا مقاطعها، الأصوات، وبعد ذلك سنصحح معا. أنا سأساعدكم. عطي، ش. هناك ثلاثة مقاطع في هذه الورقة، ع طي ش، ولكن الأصوات ع أ ط أ إش أ. فأخذ، ف، فأخذ. الأصوات ف، أ، إ، أ، يخ، أ، إذ، أ. قعرها، 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 قعرها. ه. الأصوات ق، أ، أع، ر، إ، إه، آ. ق،
ا ر أ ه آه. الأرض. ض. الأصوات. المقاطع، آسفة، المقاطع. الأرض. الأصوات. جوفي. 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 جو في. جو في. الأصوات. اج أ او اف اي. اج أ او اف اي. بقيت كلمة قليلا. قليلا مقاطعها. ق لي لن. أصواتها. ق ال أ ال إي. قالي ال أن. روية مقاطعها را وي يا. أصواتها. ر أ أو إي إي أ. أرجو أن تكونوا قد حللتم، استطعتم أن تحلوا هذه الكلمة. من لم يستطع أو لم يكمل، على الأقل يكتب هذه الكلمات وبعد ذلك يتمم كتابته في دورة. الآن سأعرض عليكم الحل. الحل أمامكم، سأنتظركم دقيقة حتى تستطيعوا أن تفحصوا حلولكم أو تكملون بعد ذلك. أنتظر دقيقة. والآن لنا تدريب آخر أيضا. هناك أمامنا جدول أو مربع سحري. أعطيكم الآن 4 دقائق حتى تستطيعون كتابة هذا الجدول، تنقله في دفاتركم، تكتبون هذه الحروف. وبعد ذلك هناك في الطرف في جرة وجدت كلمات أيضا، سنجد حروف هذه الكلمات. هذه الكلمات من النص الغراب الذكي. سنجد حروف هذه الكلمات في المربع السحري. بعد أن ننهي هناك تبقى بعض الحروف، سنجد كلمات السر. مثلا الجدول العمود نرسم أعمدة وسطور، وبعد ذلك نكتب الحروف. أنا أسهل عليكم طريقة نقل الجدول. مثلا كلمة وجد الكلمة الأولى حروفها موجودة في السطر الثاني بين الأعمدة الثالث والرابع والخامس. ابحثوا وحوطوا هذه الكلمة، وبعد ذلك سأساعدكم في إيجاد الحلول. معكم 4 دقائق.
كما قلنا، وأرجو أن تكونوا قد كتبتم الجدول، استطعتم أن تنقلوا هذا الجدول في دفاتركم. والآن كما قلنا، ابحث عن حروف الكلمات التالية داخل المربع السحري ثم نحوطها، ونجد بعد ذلك كلمة السر من الحروف التي لم تحوط التي بقيت. الكلمات هي: وجد، جرة، بلغ، حيلة، يستطيع، بمنقاره، يبحث، يشرب، صغير، فكر. هيا بنا أساعدكم لإيجاد الحل. انظروا أنا ماذا فعلت، حوطت الكلمات ولونت كل حروف كلمة أو مربعات الموجودة بها حروف الكلمات بلون حتى تستطيع تكون واضحة واضحة، وأستطيع أن أقرأها بسرعة. مثلا كلمة وجد حوطناها ولوننا المربعات باللون الأخضر، وجد. الكلمة الثانية جرة، جرة. كلمة جرة أيضا باللون الزهري، لج ر ر ات. لماذا ال ر كررناها؟ لأن جرة هناك شدة، والشدة هي عبارة عن حرف، فكتبنا الر مرتين. بلغ باللون الأصفر أو البرتقالي، ب ل غ. أرجو أن تكونوا قد حوطتم أو تصححون أخطاءكم إذا كنتم قد أخطأتم. حيلة باللون الأخضر الغامق، ح إي ال ت، ح إي ال ت، حيلة. يستطيع إي باللون الأزرق الفاتح، إي إس إت أط إي إع. يستطيع بمنقاره في العمود الأول، بمنقاره ب إم إن إق أ إر إه. كلمة بمنقاره حروفها ب إم إن إق أ إر إه. يبحث، يبحث باللون الأزرق السماوي، لون السماء، ي إب إح إث. يبحث، إي حروفها إي إب إح إث. يشرب باللون الأزرق الغامق، إي إش إر إب. يشرب، إي ش إر إب. صغير باللون الرمادي، إص إغ إي إر. صغير، إص إغ إي إر. وفكر باللون الزهري الفاتح، إف إك إر، إف إك إر. أرجو أن تكونوا قد تمكنتم من حل هذا الجدول. هيا بنا نرى أي من الحروف بقيت حتى نبحث عن كلمة السر. بقيت معنا الله، الإغ، ال ال الإب، الإر، الإذ، الإي. هيا نحاول أن نركب كلمات السر. أظن أنكم توصلتم إلى عنوان الدرس: الغراب الذكي. كلمة السر هي الغراب الذكي. هيا بنا. رائع، عللتم أو استطعتم أن تجدوا حروف هذه الكلمات. جيد جدا، ممتاز. الغراب الذكي، كلمة السر الغراب الذكي. والآن سنعيد القراءة مرة أخرى، ولكن جاء دوركم أنتم تقرؤون وحدكم. ولكن قبل أن تبدأون بالقراءة عليكم إحضار الساعة، أحضروا ساعة حتى تحددوا وقت قراءتكم. أيضا اكتبوا في دفتركم تاريخ اليوم، التاريخ واليوم، وعند قراءتكم ستحددون عدد الكلمات، وأيضا ستسجلون الوقت.
حددوا الوقت وعدد الكلمات. أنا سأترككم الآن تقرؤون قراءتكم الجهرية وحدكم، أنا لن أقرأ معكم، ولكن أنا سأنتظر وأنتم تسجلون في دفاتركم عدد الكلمات التي تقرؤونها وأيضا الزمن، زمن أو مدة القراءة التي قرأتموها. معكم 3 دقائق، عليكم أن تكرروا المحاولة، إذا أخطأتم تعودوا مرة أخرى ومرة أخرى وتكرروا حتى تستطيعوا أن تقرأوا قراءة جيدة. انتبهوا إلى الحركات، المقاطع الطويلة والقصيرة، إلى علامات الترقيم، وأيضا تقرأوا بصورة معبرة. والآن بعد أن قرأتم وحدكم، سجلتم عدد الكلمات التي قرأتموها، المدة الزمنية، وكررتم المحاولة، انتبهتم إلى الحركات، إلى التشكيل، إلى علامات الترقيم، هيا بنا ننتقل إلى أسئلة في حل أسئلة في الفهم. عما بحث الغراب؟ حتى نحل هذه الأسئلة علينا أيضا أن نعود إلى النص. عطش غراب فأخذ يبحث عن ماء ليشرب، يعني عما بحث الغراب؟ الإجابة هي في السطر الأول. كما قلنا، نعود إلى النص، نبحث عن كلمات السؤال أو كلمة المفتاح التي تساعدنا في إيجاد الإجابة. كلمة بحث مثلا، أو الغراب وبحث، بحث فوجد، وجد ماء. بحث الغراب عن ماء ليشرب، ممتاز. السؤال الثاني،
أين وجد الغراب الماء؟ نبحث أيضا عن كلمات المفتاح ونعود إلى النص. في السطر الثاني الكلمة الأولى من في السطر الثاني الكلمة الأولى هي وجد. قلنا السؤال يقول أين وجد الغراب الماء؟ كما تعلمنا من قبل نحذف كلمة السؤال أين، أي أين تدل على المكان، ونحذف أيضا علامة الاستفهام في نهاية السؤال. بقيت الجملة وجد الغراب الماء. نبحث كما قلنا في السطر الثاني، هناك كلمة وجد، كلمة المفتاح، وجد جرة في قعرها قليل من الماء. أين وجد الغراب الماء؟ في قعر الجرة، جرة في قعر قليل من الماء. وجد الغراب جرة في قعر قليل من الماء. ممتاز، رائع. نستمر. ماذا تعني كلمة جوف الجرة؟ انتبهوا جيدا، وجد جرة في قعرها. في قعرها هناك كلمة مرادفة لها، في مرادفة لها في النص أيضا، هناك كلمة كتبت باللون الأحمر، جوف الجرة وقعر الجوة الجرة. ممتاز. جوف الجرة هل تعني، هل هي داخل الجرة أم جانب الجرة أم ظهر الجرة؟ عندما قرأنا النص قلنا الغراب لم يستطع، وجد في قعر الجرة الماء ولكنه لم يستطع الوصول إليه، فبدأ برمي الحجارة حتى ارتفع الماء. يعني نفهم من ذلك من السياق في الجملة أن جوف الجرة كما من يقول لي داخل الجرة. ممتاز، رائع، داخل الجرة. والآن قبل الختام سنعود مجددا لنقرأ النص مع قراءة جهرية معا، ولكن عليك، أنا سأعطيكم 3 دقائق حتى تستطيعون أن تقرأوا النص، ولكن هذه المرة عليكم أن تكرروا وتعيدوا المحاولة وتسجلوا في دفتركم عدد الكلمات التي قرأتموها، الزمن، مدة الزمن، وانتبهوا جيدا، تحديد الزمن وتحديد إلى أين نصل أي كلمة. وصلنا مثلا، وصلنا إلى كلمة معينة، نضع أصبعنا هناك ونعد كم كلمة قرأنا وبأي مدة زمنية، وكلما قرأنا أكثر وكلما تدربنا أكثر وكلما كررنا المحاولة أكثر نصبح متمكنين من القراءة بشكل أفضل وأحسن. ونقيس أيضا، مهم جدا أن نفحص كم اختلفت قراءتنا من البداية في القراءة الأولى حتى القراءة القراءة توصلنا إلى القراءة الأخيرة، حسب ما سجلنا في البداية كم كلمة قرأنا والزمن، وعدنا المحاولة وكررنا مرة أخرى وحاولنا مرة أخرى، حللنا كلمات إلى مقاطعها، حللنا الكلمات إلى أصواتها، هذا يساعدنا في قراءة في القراءة على القراءة السريعة. والآن أعطيكم 3 دقائق حتى تسجلوا، مهم جدا كما قلت تسجيل عدد الكلمات والزمن وفحص كم تغيرت قراءتنا أو كم تحسنت من القراءة الأولى حتى الثانية بتسجيل عدد الكلمات والزمن.
والآن عليكم أن تتدربوا، البنت هذه وظيفة بيتية، اقرأوا مجددا، سجلوا قراءتكم واستمعوا إلى التسجيل، ثم سجلوا في هذه البطاقة، أنطيكم بعض من الوقت 3 دقائق حتى تستطيعون كتابة هذه البطاقة أو تحضيرها. بعد ذلك استمعوا إلى تسجيل قراءتكم، سجلوا أخطاءكم وحاولوا وكرروا المحاولة حتى تصححوا أخطاءكم وتصبحون قارئون ممتازين. بطاقة ملاحظات للقراءة الجهرية، أرجو أن تكونوا قد كتبتم في دفاتركم هذه أو حضرتوا هذه البطاقة، سليم أو غير سليم، دقة القراءة يعني قراءة صحيحة وسليمة، السرعة في القراءة أي تحديد زمن تنفيذ القراءة إذا كان سليم أو غير سليم، قراءة معبرة، الصوت واضح ومسموع، الوقف المناسب عند علامات الترقيم، التمييز بين الوقت الطويل والقصير، وقراءة نطق الحركات في نهاية الكلمة أي نقرأ مع تشكيل تام. أرجو أن تكونوا قد حضرتم البطاقة وبعد ذلك تستمعون إلى تسجيلكم وتسجلوا ملاحظاتكم، إذا كان سليم نضع إشارة صح أو إكس تحت كلمة سليم، أو إذا كان غير سليم نضع إشارة إكس أو صح تحت كلمة غير سليم، ثم بعد ذلك نحاول نحاول مرة أخرى أن نقرأ الدرس الذي نأخذه. والآن سننهي ونجمل. ماذا تعلمنا اليوم؟ تعلمنا قراءة جهرية لنص، وتدربنا على تحليل المفردات إلى مقاطع، مفردات من النص أخذناها وحللناها إلى مقاطع، تحليل المفردات إلى أصوات،
وتركيب كلمات من حروف. وكل هذه المفردات أو الكلمات أخذناها من النص الذي تعلمناه اليوم. أمل أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم أحبائي الصغار، وشكرا لكم.